مشاهدينا نبدأ فقرة المنشطات بالصحافة القومية، البداية دائما من جريدة الأهرام التي جاء في أبرز عناوينها: زيادة النمو إلى 6% ورفع معدل التشغيل بالموازنة الجديدة، معيط تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم ولا ضرائب جديدة، تعاون مصري أيرلندي لتعزيز العلاقات الأفريقية الأوروبية، مستقبل مشرق للبترول والغاز في مصر. وفي الأخبار الرياضية، الليلة نهائي مبكر بين ليفربول وبايرن ميونخ بدوري الأبطال الأوروبي، إدراج 71 إخوانيا بقوائم الإرهاب، جمعة لن يتلاعب أحد بأموال الأوقاف، وأخيرا القاهرة مقر المنتدى المحاكم الدستورية الأفريقية. ننتقل الآن إلى عناوين جريدة الأخبار التي جاء فيها: مصر تهزم تركيا 27-13 في بطولة المتوسط لليد، الاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل رمضان، الخبراء توصون حقوق الإنسان المهمشين وتثري العمل التشريعي، تصون حقوق المهمشين وتثري العمل التشريعي وتتيح مزيدا من الديمقراطية. شيخ الأزهر يلتقي 13 إعلاميا أفريقيا، مضاعفة المنح الدراسية للطلاب خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي. وسط الصفحة إعلان الكشوف النهائية للمرشحين في انتخابات الصحفيين اليوم. وفي الأخبار الدولية، فنزويلا تطرد 5 نواب أوروبيين. من الصحافة القومية إلى الصحافة الخاصة، البداية من جريدة المصري اليوم التي جاء في أعلى عناوينها: الأهلي يفاضل بين مدافعين لحل أزمة خط الظهر، تعديلات على تشكيل الزمالك أمام الطلائع، الجمعيات الأهلية تطلق حوارا حول التعديلات الدستورية، وأزمة في المحافظين بسبب رفض التعديل، الحكومة تتأهب للأمم الأفريقية، ومدبولي يتابع الاستعدادات، رفع كفاءة المرافق وإنترنت سريع وبرامج سياحية للجماهير، تجديد عقود ممتلكات الأوقاف بسعر السوق، و 430 ألف معلم يتقدمون لمسابقة العقود المؤقتة. وأخيرا في أسفل الصفحة، حلقة جديدة في مسلسل الانهيارات، سقوط عقارين في القاهرة والإسكندرية. الآن إلى جريدة الشروق التي جاء في أعلى يمينها: الحكومة تنفي 12 شائعة جديدة، والتعليم تتصدر القائمة، الليلة صلاح يقود ليفربول في مواجهة بايرن ميونخ، التعليم 420 ألف متقدم للعقود المؤقتة بينهم خريج حقوق وطب. نلاحظ أن في الجريدة السابقة المصري اليوم كانت العقود أو المعلمون 430 ألف بفارق 10 آلاف. المالية تعد قانونا لفرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي، موسكو العملية العسكرية في إدلب ضرورية على صفقات مع الإرهابيين، سيناتور أمريكي يتعهد بالتحقيق في محاولة الانقلاب على ترامب، ووزير الإعلام السعودي محمد بن سلمان لا يريد شراء مانشستر يونايتد، أخيرا ليبرمان يشكو جوجل لوصفه بالجاسوس. ننتقل إلى عناوين جريدة الوطن التي جاء في أعلاها أيضا: مخاوف الأمهات الحاضنات من تعديل قانون الأحوال الشخصية، ربط الرؤية والاستضافة بالإنفاق وعدم خفض السن أبرز المطالب، الحكومة تستعد لأمم أفريقيا بروح الفريق وتنسيق بين الوزارات وتطوير مدن المباريات. الآن إلى جريدة اليوم السابع التي جاء في أعلاها: قيادات حزب الشعب الجمهوري خلال ندوة اليوم السابع، التعديلات الدستورية ضرورة في المرحلة الحالية، لجنة الخمسين لم تعد دستورا جديدا لكنها عدلت نصوصا مليئة بالثغرات، الحكومة في مهمة خاصة، مدبولي يجتمع بستة وزراء وبعض المسؤولين لوضع خطة الاستعداد لبطولة أمم أفريقيا، وخمس لجان تراجع جاهزية المرافق والخدمات العامة في المحافظات المستضيفة للبطولة، وتوفير خدمات صحية واتصالات وإنترنت بجودة عالية، وإعداد برامج سياحية وسرعة استخراج التأشيرات، وزير التعليم ينفي صدور قرار بزي موحد للمعلمين في المدارس.